تتجه الأنظار إلى تكثيف زراعة الذرة العلفية بالجنوب في ظل تهديد الجفاف بعد أن ضيع علينا هذا الموسم مخلفات حبوب القمح لمواجهة غلاء الأعلاف وندرتها. جنود الغذاء يواصلون في عملية زرع الذرة العلفية بولايات كل من البنيعة أدرار والجلات ميمون إلى غاية شهر أوت الجاري. نظراً للظروف المناخية الصعبة في الشمال هذا الموسم والنتائج الكارثية في عدة ولايات، تبقى ولاية الجنوب الملاذ الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة لضمان الأعلاف الخضراء والمركزة، يعني لونسيلاج. وفي هذا الباب نحن أمام حتمية زيادة المساحات ورفع المردود لتغطية العجز في الشمال. المهندسون وخلال خرجاتهم الميدانية إلى ولايات الجنوب ومتابعتهم لعملية زرع محصول الذرة العلفية، تبين أن بعض الفلاحين لم يحترموا المسار التقني. في إطار خرجتنا الميدانية لمتابعة محصول الذرة في الجنوب الكبير، لاحظنا ظهور بعض المشاكل المتعلقة بالتسميد، خاصة فيما يخص ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى كالزنك والمنغنيس والحديد، والتي تؤدي إلى نقص كبير في المردود. ولهذا نطلب من فلاحينا اعتماد برنامج تسميد متوازن ومتكامل يراعي بطبيعة الحال احتياجات الذرة وخصائص المنطقة، حتى لا نقع في أخطاء الماضي. إبرام العقود التجارية مع الفلاحين سيضمن حتماً بقاء شعبة إنتاج الذرة العلفية، بما يمكن من تموين السوق بالكميات التي تضبط سوق اللحوم وسوق الأعلاف، إلى جانب الرفع من مردودية الإنتاج وتحسين النوعية، أخيراً الحفاظ على الثروة الحيوانية. توسيع المساحات المزروعة واحترام برنامج التسميد سيساهم أيضاً في تطوير هذه الزراعة الاستراتيجية واستدامتها، وهنا يمكن القول أننا سنتحرر من باخرة الاستيراد.